أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة استمرار الجهود في تعزيز المنظومة الصحية ورفدها بكافة المقومات لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين. وبين معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن الاستمرار في تعزيز المنظومة الصحية يأتي تماشيا مع الرؤى والتوجيهات السديدة لجلالة الملك المعظم وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكد أهمية تكثيف الجهود للاستمرار في تطبيق المشاريع المندرجة تحت مظلة برنامج الضمان الصحي الوطني صحتي. جاء ذلك خلال تفضل معاليه برعاية حفل تدشين بطاقة صحتي، وذلك بمركز حالة بوماهر الصحي بمنطقة المحرق، وبحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتور محمد عبد الوهاب محمد رئيس مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية. وقال معاليه إن تدشين بطاقة صحتي يأتي تماشيا مع تطبيق الضمان الصحي والتسيير الذاتي، وذلك تنفيذا للخطة الوطنية للصحة، وبما يسهم في استدامة الخدمات الصحية وتقديمها بشكل تنافسي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم في هذه المرحلة توزيع بطاقات صحتي على المسجلين في المراكز الصحية التابعة لمحافظة المحرق والتي يطبق فيها برنامج اختر طبيبك، على أن يتم الانتقال لاحقا إلى المراكز الصحية بالمحافظات الأخرى. مواطن بحريني يروح حق أي طبيب مرخص له بالعمل في البحرين ويعطيها البطاقة، معناته أنه عنده الحق أن يطالع الملف الصحي الإلكتروني اللي يجمع كل المعلومات اللي موجودة من كل مختلف المصادر العلاج في البحرين. فمعناته أنه يعطيه فكرة أنه والله أوكي، أنه أنا شو الفحوصات اللي سواها أخيراً، ايش الاكس راي او لاب او شيء، ايش الادويه اللي ياخذها اخيرا، فيعني كلها بتكون عنده ابديت بحيث انه يبني عليها العلاج اللي بيعطيه اياه. ياتي اليوم تدشين توزيع البطائق الصحيه للمواطنين القاطنين في محافظه المحرق في عدد من المراكز اللي استكملت التسجيل، حيث تشتمل هاي البطاقه على الملف الالكتروني للمستفيد من الخدمات الصحيه، مما يضمن السريه والخصوصيه، وايضا تربطها كبطاقه تعريفيه لطبيب العائله اللي بدوره تم اختياره من قبل المستفيد من الخدمات الصحيه لاستدامه الخدمه لمتابعه الحاله وتعزيز الصحه والكشف المبكر وتقديم الخدمات العلاجيه. طبعا محافظه المحرق يسرها ان تكون هي المحافظه الاولى في مملكه البحرين لاحتضان هذا المشروع الجبار، وهذا المشروع راح ينقل الخدمات الطبية إلى نقلة نوعية. طبعا من باب الشراكة المجتمعية محافظة المحرق يسرها أن تقدم جميع الخدمات وتفتح أبوابها للمشاركة مع المجلس الأعلى للصحة في إنجاح هذا المشروع. تشرفنا اليوم بمقابلة الشيخ محمد بن عبد الله، حيث تم تسليمنا البطاقة الصحية في مركز حالة بماهر الصحي، واللي إن شاء الله راح تخدمنا وراح تيسر الكثير وتسهل الكثير من الأمور الصحية. وهاي مبادرة منهم جدا ممتازة أنهم يجون في مركز حالة بماهر اليوم ويتلاقون بالمواطنين ويشرحوا لهم شلون مزايا هالبطاقة، كل الشكر والتقدير لهم. طبعا في البداية أشكر معالي الشيخ محمد بن عبد الله ووزيرة الصحة، تم تسليمي بطاقة صحتي وتم شرح مزايا البطاقة، منها الحصول على الخدمات الصحية الأساسية هو السماح بالدخول على الملف الصحي والتعرف بطبيب العائلة.